بطولة المملكة لبناء الأجسام، هذه البطولة التي أقيمت خلال الأسبوع الماضي وشهدت تنافس كبير. لقطات من البطولة التي أقيمت في صالة الشهيد راشد الزيود في مدينة الحسين للشباب، وكما ذكرنا بطولة المملكة والمراكز واللياقة البدنية التي يطلق عليها بطولة مصطفى حسنين. هذه المشاركة أو هذه البطولة جاءت بمشاركة 156 لاعب في ثلاث فئات، هي الفيزيك، الكلاسيك، وبناء الأجسام، وأقيمت على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين، واشتملت على 9 مسابقات، 81 لاعب، فيما قيمت الكلاسيك وبناء الأجسام وشارك فيها 75 لاعب. وأشادنا طبعا رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد العربي الأفريقي سيد عادل فهيم بالمستوى بعدما حضر هذه البطولة كضيف الشرف، وجاءت هذه البطولة لاختيار عناصر المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في إسبانيا في شهر تشرين الثاني القادم، كما وتمنح البطولة 4 بطاقات للاعبين الأردنيين للمشاركة في بطولات المحترفين.